إليكم مدونات برية من قناة ناشونال جيوغرافيك. هنا يجتمع العلم ورحلات الاستكشاف تحت سقف الألفية الثالثة. أهلا بكم إلى مدونات برية. من على شاطئ بنما ستنطلق رحلتنا، حيث سنوافي المصور بيل هاتشر بينما يحاول أن ينفرد بتصوير لقطة فوتوغرافية للحيوان القزم المعروف باسم الكسلان، ليكون أول مصور قد أفلح في التقاط الصور لهذا الحيوان المراوغ. إن الكسلان القزم حيوان نادر الوجود، إضافة إلى أنه بارع في التملص من وجود البشر قربه، ما حال دون أن يلتقط العلماء الذين اكتشفوا وجوده في عام 2001 أي صورة له. لذا فأنت لا تجد صورة له تعرف عنه. وهو الآن المصور بيل هاتشر يتحدى الكسلان القزم وينطلق في مهمته. إن رؤية صنف جديد من المخلوقات الحيوانية هو ما أتى بي إلى هذه الجزيرة تحديدا. ولكن ليتسنى للمصور أن يلتقي أحد حيوانات الكسلان القزم، فعليه أن ينتقل إلى جزيرة إسكودو دي نيراغواس قبالة الساحل البنمي، وتعد هذه الجزيرة الأرض الوحيدة التي يوجد عليها هذا الحيوان الغريب. ثم سيكون عليه أن يركب زورقا إلى داخل الأراضي الرطبة، يذهب بعد ذاك سيرا على القدمين حتى الأراضي الخصبة، حيث سيكون عليه العثور على شجرة مناسبة لمهمته. جورج، لقد عثرنا على الشجرة المنشودة، وفيها يختبئ كسلان القزم. الآن يبدأ التحدي الحقيقي. يمضي الكسلان القزم معظم أوقاته مختبئا في أعلي الأشجار، لذا يستخدم هاتشر نقافة عملاقة ليقذف بواسطتها بالحبل من فوق غصن عال حتى يتمكن من تسلقه. سيكون الأمر ممتعا، فهذه الشجرة ستوفر لنا موقعا ممتازا لنلتقط منه صورا للكسلان. ممتاز، ها أنا ذا. ما زال هاتشر يتقدم صعودا نحو الأغصان العليا بصحبة الكاميرا، تحسبا للقاء الكسلان وجها لوجه أول مرة. لكننا لا نعلم إذا كان هذا الحيوان القزم يبهر بملاقاة الإنسان بقدر ما يبهر الإنسان برؤيته. لقد اقتربت من الكسلان إلى أن تقلصت المسافة بيننا إلى نحو 30 سنتيمترا، ثم أمسكت بالكاميرا ورحت ألتقط الصور، ثم رحت ألهث، فراح كل من كان ينتظرني على متن القارب يسألني: بيل، ما الخاطب؟ فنظرت إليهم وقلت لهم: يغلبه النعاس الآن، فقد كان هذا الحيوان الواقف أمامي يرى لأول مرة وعن هذا القرب كائنا بشريا يقف قبالته على هذه الجزيرة النائية، وقد يكون هذا المنظر أكثر ما أخاف الكسلان. لقد أطلق الأوروبيون على هذا الحيوان اسم كسلان تيمنا بإحدى الخطايا السبع المميتة، وهي الكسل، لأن الكسلان حيوان بطيء الحركة على الأرض وكسل في تصرفاته، إلا أنه حيوان شديد التأقلم مع البيئة الطبيعية التي يعيش فيها، لأنه سهل التنقل من شجرة إلى أخرى برغم لين الأغصان العالية، وهو يبقى على قيد الحياة ما دام يتحرك ببطء شديد ويمضي أوقات طويلة في النوم حتى لا يلفت انتباه الحيوانات المفترسة. أمران يميزان بشدة حيوان الكسلان، أولهما الابتسامة الغريبة المرسومة دائما على ثغره، وأما الثاني فهو ذاك البطء المفرط في الحراك والذي يمثل طريقته الطبيعية للدفاع عن نفسه، فيبدو لناظره أنه لا يتحرك. في هذه البقعة من الأرض يتسنى للكسلان العيش كما يحلو له بحسب إيقاعه البطيء، وما يصب في صالحه أنه يحيا بعيدا عن ضوضاء المناطق المزدحمة بالناس. أظن أنه يجدر بنا أن نتخذ عبرة من الكسلان في هذه الحياة المليئة بالحركة التي نعيشها كبشر. علينا أن نتعلم أن نخفف سرعة العيش تلك، وأن نأخذ الوقت الكافي لننظر إلى ما يحيط بنا. تعد هذه الصور الأولى نظرة أولية إلى حيوان نادر الوجود يحيى حياة غير اعتيادية لم يعرف وجودها الإنسان قبل السنوات القليلة المنصرمة.